مكان مساء الفل على حضراتكم، دايما منورني ومشرفيني في بيتكم الاهلي والاهلي في عيون الاهلاويه او عين الاهلي. دايما بنشوف عيون الاهلاويه في عين الاهلي في برنامجنا اللي بنتكلم فيه عن كل كبيره وصغيره بتخص النادي الاهلي. عايز الاول اقول لكم الف مبروك على الثلاث نقاط المهمين جدا في مشوار الدوري، ونسر الاهلي بيرجع يحلق تاني على الدوري العام. قلت قبل كده او اتكلمنا قبل كده ان احنا ممكن وننزل على الجدول ونطلع تاني على الجدول، الموضوع يعني الدوري بتاعنا ان شاء الله باذن الله. ودايما الاهلي راكب الدوري في كل التواريخ قبل كده وفي كل المسابقات قبل كده. مش عايزين نقعد نتكلم عن شكل الاهلي لان الاهلي مش محتاج ان احنا نتكلم عليه، لكن الف مبروك ثلاث نقاط مهمه جدا جدا بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف للنجم ازارو والنجم علي معلول بعد ضياع ضربه جزاء كانت مهمه جدا، لكن الحمد لله في النهايه خدنا ثلاث نقاط. اعتقد ان انتم استمتعتوا بوجبه كرويه دسمه جدا جدا مباراه برشلونه.